السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد جمال من قناة منتج تشتري ايجي المصري. وموضوع النهاردة يا جماعة هنتكلم فيه عن مدير المهام بتاع التليفون، وازاي مدير المهام او التاسك مانجر اللي احنا ممكن نلغي منه التطبيقات ممكن يدمر التليفون بالكامل. ممكن يكون الموضوع غريب شوية، بس دي الحقيقة ان مدير المهام ممكن يتلف التليفون. مدير التطبيقات يا جماعة احنا ممكن نشتغل بيه ان احنا بنقفل التطبيقات اللي هي اوريدي بتشتغل على الجهاز علشان يوفر سرعة زيادة للجهاز أو يقلل من استهلاك موارد الجهاز، لكن الحقيقة عكس كده خالص. مفيش شركة يا جماعة عايزة التليفون بتاعها يفضل شغال مدى الحياة، مفيش شركة بتديك تليفون وعايزك تفضل شغال بالتليفون ده طول عمرك، مفيش شركة أصلا بتصنع تليفون ومش هدفها الأول إن التليفون يبوظ منك بسرعة عشان تقدر تشتري منه تليفون تاني. في نفس الوقت بيلعب في حاجات بسيطة، حاجات ممكن يكون الشركة بتعملها إحنا كمستخدمين ما بناخدش بالنا منها أصلا، ما بنلاحظهاش، زي مدير الملفات زي ما احنا قلنا او مدير المهام. مدير المهام او التاسك مانجر احنا ممكن نلغي منه التطبيقات اللي شغاله بشكل نهائي. طيب ايه المشكله في كده؟ وانا لما اقفل مثلا فيسبوك برجع اتقفل، ولما اقفلهم التاسك مانجر خالص اغلقه نهائي هيبقى في مشكله؟ اه في مشكله. المشكله هنا مش التليفون او مش في النظام نفسه. النظام التليفونات الحديثة بالكامل عندها القدرة ان هي تتعامل مع الملفات وتتعامل مع التاسك مانجر اوتوماتيكلي، ان هي مش محتاجة ان انا اقفل تطبيقات يدويا عشان اوفر مكان لتطبيق تاني يشتغل بسرعة اعلى، لا، لان هي اصلا بتتعامل مع الكلام ده كله بشكل مؤقت وبشكل سريع جدا كمان، لان هي بتشغل التطبيق بشكل مؤقت وبتقفل الباقي مؤقتا بس ما بتستغناش عن البيانات بتاعتهم. فاحنا يا جماعه لما بنيجي مثلا نقفل فيسبوك بشكل نهائي مثلا على سبيل التطبيقات، ايه اللي بيحصل؟ اول حاجه بتحصل ان البرنامج عشان يفتح بيستهلك داتا، بيستهلك موارد البطاريه، بيستهلك المعالج، بيستهلك الرامات، بيستهلك كل حاجه لها علاقه بالتليفون. طب ايه المشكله في كده؟ ان ده في حد ذاته بيدمر في الهاتف، بيتلف في اجزاء معينه في التليفونات. ليه كل ده؟ كل ده لان الموبايل نفسه بيعمل كده بس بشكل تاني، بيوفر البيانات على حساب ان هو يسيب التطبيق شغال، لان لما بقفل التطبيق وبشغله بشكل من الاول بيعيد استخراج الداتا بالكامل وبيعيد تحميلها، فده بياخد وقت اكتر ان هو يفتح التطبيق. كمان بيستهلك انترنت اعلى، كمان التطبيق بيستهلك طاقة من البطارية عشان يعمل عملية الابلود او عملية اقلاع للتطبيق نفسه. رابع حاجة ممكن نقول ان التطبيق برضو بيستهلكها هي الرام، بيستهلكها بشكل كبير جدا لان التطبيق بيبدأ يشتغل من اول خالص مش بيعيد تشغيل نفسه. لحد هنا انتهت الحلقة، وما تنسوش دايما تدعمونا بشير لايك لو انتوا استفدتوا من الفيديو، اعمل لنا لايك، ما استفدتش اعمل ديسلايك. يا ريت يا شباب اللي يشوفوا ان الموضوع مهم يعملوا شير عشان احنا عايزين نوصل لاكبر عدد ممكن من الناس، واتمنى يا رب يكون الموضوع عجبكم، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب لو انت اول مرة تشوف القناة.